وضعك في الصورة غايتنا. Quand on a fait le boulot, quand on a fait les choses, quand on a fait plus qu'il en faut, mais en silence, on dit pas, on fait pas du je lui tire mon chapeau à monsieur Vahid Ali Lodzic qui malheureusement ne participera pas encore à cette Coupe du monde alors qu'il le mérite. Lui quand on lui dit par exemple Brahim Diaz, il est bon, il est marocain mais il est aussi espagnol. Pourquoi vous l'avez pas appelé? Ben j'ai été le voir, je lui ai dit, il a dit non, je viens pas. Ça a duré 15 secondes à faire classer. كيف ما سمعتوا جمال بن ماضي في مؤتمر صحفي لمباراتين وديتين لا فائدة منهما ولا معنى لهما ضد منتخب غينيا وضد نيجيريا. كيف ما سمعنا كيتكلم على وحيد هاريوزيتش كيتكلم على الجامعة الملكية المغربية اللي قال كتحكم في المدرب وكيتكلم على اللاعب إبراهيم دياز اللي ما بغاش يجي يلعب في المنتخب المغربي. كنظن أن هذا مؤتمر صحفي يخص المنتخب الجزائري باش يتكلم على هذه المباريتين الوديتين اللي قلنا لا قيمة لهما ولا أهداف ترجى منهما، في عوض أنه يتكلم على المشاكل ديال المنتخب الجزائري، الحلول اللي باغي يقدمها، الرؤية والتصور اللي جاي به للاستحقاقات الجاية، تصفية كأس إفريقيا وأمم إفريقيا ديال الكوت ديفوار، كذلك الاستعدادات لكأس العالم 2026، فخلى هذا الشيء كامل وبدا كيتكلم على المغرب. كنعرفوا حنا جمال بالماضي بالاخلاق ديالو بالتكوين ديالو باطار كف لا نقاش فيه، وكان دائما بعيد على الصراعات ديال المغرب والجزائر، ولكن حاليا انت كتشوف بنادم اللي كيحط يدو في يد ديال الكابرانات كيولي اوتوماتيكمون داخل عنده المغرب في الراس ديالو. المغرب بعيد، الموضوع ديال المغرب بعيد على هذا المؤتمر الصحفي باش تخرج انت تهضر على المؤتمر الصحفي، خليك عيب بعدا مع المشاكل ديالك اللي عندك مع الاعلام والتهجمات ديالك بشكل مباشر الاعلام، يعني اي اعلام يطرح لك سؤال ما عجبكش كتخرج تسبو على المباشر، وهذه كتنقص منك انت كاطار وطني، وهذوك راه اعلام ديال بلادك. عندك مشاكل ديال اندي ديلور وحسام عوار والعديد من المشاكل داخل المنتخب، فحاول انك تكلم على هاد المشاكل وكيفاش تلقى حلول، كيفاش اش داخل المغرب صح باش قلنا لا ما خصهمش يحيدوا هايلوزيش ودار لهم شي حاجه ما كايناش. شنو درنا هايلوز؟ تلف لينا الهويه ديالنا، الهويه اللي كنا كنلعبوا بها، وخصوصا اللي اكتسبناها مع رونار اللي وصلنا للطوب كاداء، كنهضر على الاداء، اداء اللي كنا وصلنا ليه مع رونار جا هذا تلفوا لينا. ما تعطينيش النتائج، شحال لعب من ماتش، شحال ربح، هذوك الماتشات راه ندخل لعابه بدون مدرب وغادي يجيبوا الرباح. جوج مباريات اللي نعطي فيهم تقييم لهايلوزيش هو المباراة ديال مصر والمباراة ديال الولايات المتحدة الأمريكية الودية، وخسرنا فيها بجوج. يعني هادو هما المباريات اللي نقدروا أننا نقيموا فيها هاد السيد، خسرهم بجوج. أما المباريات الأخرى اللي تهضر لينا موريتانيا طنزانيا مع احترامات لجميع المنتخبات اللي لعبنا معاهم، منتخبات عادية جدا، يدخلوا اللعابة غير بوحدهم يقضيو الغرض، وراه وصلهم لكأس العالم. كأس العالم ست مرات أصديقي، ست مرات وحنا كنوصلوا لكأس العالم، وصلنا قبل منكم نتوما الجزائر. أول منتخب عربي كيتجاوز الدور الأول وكيوصل للدور الثاني هو المنتخب المغربي، فبلا ما تزايد علينا انه وصلنا لكاس العالم، فاحنا ماشي اول مره وماشي اخر مره غادي نوصلوا لكاس العالم. وهذا هاليلوزيتش اللي حيدو هو الشعب، ضغط كبير من الشعب المغربي للمنتخب ديالو، ومن حقه انه يغير اللي بغى. وبالنسبه لنا اللهم في ولد بلادنا، وليد الركراكي ياخذ واحد اكسبيريونس جديده، ياخذ واحد التجربه اللي تقدر تنفعو على المدى البعيد. وبما ان هذا هاليلوزيتش ديالك ما احترمش المغاربه، حنا ما غاديش نحترموه وغادي نخليوه يتفرج في المونديال من الدار ديالو. وخلاصه لهذا الموضوع، هذا جمال بالماضي، هذا موضوع بعيد عليك، يخص المغرب، يخص المغاربه. المنتخب المغربي عنده رئيس جامعه مكلف بكل ما يخص المنتخب المغربي بجميع الفئات، وكنزيد ناكد لك بان هذا هاليلوزيتش السبب الرئيسي اللي تحيد عليه هو الضغط الجماهيري ديال الشعب المغربي اللي ما بغاش هذا السيد يكون حاضر في كاس العالم، واختار ولد بلاده وضغط انه يكون حاضر وليد الركراكي واللهما في ولد البلاد. كتكلم على ان الجامعه هي اللي كتفرض ما كتفرض، وكتضغط على ان يكونوا، واش انت داخل في وسط الجامعه؟ واش انت عضو في الجامعه؟ هذا راه اتهام خطير السي جمال بالماضي، انك تتهم الجامعه الملكيه المغربيه انها كتفرض اللاعبين او لا كتفرض على المدرب شي حاجه. واش انت عندك دليل على هذا الكلام اللي كتقول؟ عندك شي صفه داخل الجامعه يعني حاضر لشي حاجه، شايف شي حاجه، ولا خارج عاوتاني كتهم الجامعه الملكيه باش تبرد القلب الكابرانات ديالك؟ فالجامعه الملكيه ماشي حيط قصير انك تجي ودير بلاصتك به مع الكابرانات ديالك. واللي ما بغاش يدخل ليا راسي، اش دخل الجامعه الملكيه في هذه الندوه الصحفيه ديالك اللي تكلم فيها على المباريتين الوديتين اللي ما عندهم حتى شي قيمه، ما عندهم حتى شي هدف، غير بغيتو تلاهيو شويه الشعب. الناس راه كتستعد لكاس العالم،
انت ليش كتستعد او لا ناوي تلقى حلول للمشاكل اللي عندك داخل المنتخب الجزائري بالجامعه الملكيه المغربيه؟ عطينا اللوجيكا صح. تكلمتي على ان ابراهيم دياز ما بغاش يجي يلعب في المنتخب المغربي، هذه شي حاجه اللي عاديه وعارفينها من شحال هذه، وكاين حتى داخل المنتخب الجزائري راه بزاف د اللاعبين ربما انتم اكثر منا، اخرهم حسام عوار ونبيل الفقير، والقائمه طويله وطويله داخل المنتخب الجزائري. ولو كنحترموا انا اي لاعب ما بغاش يجي يلعب في المنتخب الاصلي ديالو كنحترموه، اللهم ما يجيش او لا يجي غير داير نرويضه سكور، يعني ما شدتلوش في المنتخب اللي هو كنشئ فيه جاي يلعب في المنتخب الاصلي ديالو. انا بالنسبه لي هاد اللعابه كنحترمهم، الله يسهل عليهم، وهذه مساله عاديه ان الجامعه تفتح نقاش مع هاد اللاعب. يعني اي لاعب كتشوفه صالح انه يحمل القميص المنتخب المغربي راه غادي تفتح معاه حوار، واش يمكن له يجي يلعب داخل المنتخب؟ ها الاستراتيجيه اللي كنمشيو عليها، عجبك الحال مرحبا، ما عجبكش الله يسهل عليك. داكشي اللي دارت الجامعه الملكيه المغربيه، وانا ضد اي لاعب يمشي ويختار منتخب اخر وملي ما بقاوش يعيطوا ليه يجي للمنتخب ديالنا. وهنا كنقصد مولير الحدادي، انا ضد هذا اللاعب انه يكون داخل المنتخب المغربي، وضد انور الغازي اللي دابا كيتوسل للجامعه باش يكون حاضر، وخديش وعد على راسي ان هذا اللاعب الى جا ولعب داخل المنتخب المغربي غادي ينقطع المباريات ديال المنتخب المغربي، لانه المنتخب ديالي وكيمثلني انا. وبما ان هذا الشخص اختار المنتخب الهولندي، سير اخويا الله يسهل عليك، ما كاينش خط الرجعه، ما كاينش انا ندمت، اختاريتي تحمل المسؤوليه ديالك والله يسهل عليك. حنا ما كنكرهوك ما حتى شي حاجه، ولكن كاين ناس اللي بغاو المنتخب بالقلب ديالهم ويستاهلوا انهم اللي يكونوا حاضرين. عاد غنتكلموا على القيمه المضافه، لا منير الحدادي عطانا شي حاجه، لا هذا انور الغازي غادي يعطينا شي حاجه، مع العلم انا البوست ديالو عامر واضعف واحد في هذا البوست هذا افضل من المستوى اللي فيه حاليا انور الغازي. فاستي جمال بالماضي كتنتقد الجامعه الملكيه المغربيه في بشي حاجه كتعيشوها نتوما. الا تقول علاش ابراهيم دياز ما بغاش يختار المنتخب المغربي، اذا علاش نبيل فقير ما بغاش يجي يلعب مع المنتخب الجزائري؟ علاش حسام عوار، بنزيما، زيدان، والقائمه طويله وطويله بزاف. فشويه خلينا نحترموك، انت عندك واحد القيمه كبيره كاطار كفء، كاطار متكون على برا بعيد على العقليه الكرغوليه، خليك في ذاك المرتبه ديالك وما ديرش كيف ما كيديروا الكبرانات يغطيوا المشاكل ديالهم والازمات ديالهم والفشل ديالهم بالمغرب. راه نفس العقليه اللي كدير دابا، انت فشلتي في كاس افريقيا، فشلتي في تاهل لكاس العالم، باغي تغطي هادشي كامل بالحديث على المغرب. علاش المغرب يحيد هايوزيش وما يديش كاس العالم؟ هذا شي ما كتخصكش، بعيد عليك، حتى في سياق الحوار كانت بعيده وجيتي دخلتيها. ما والله الا شيء مؤسف اننا نشوف واحد الانسان اللي كنحترموه وحاطن في واحد المرتبه انه يخرج يتهجى من المغرب على الجامعه الملكيه المغربيه ويحاول ينقص من الجامعه الملكيه المغربيه اللي اهلات المنتخب ديالها لكاس العالم لسادس مره، في حين ان واحد فشل يخرج يغطي على الفشل ديالو بالحديث على المغرب. فالله يشافيكم منا، الله يشافيكم، حتى الرياضه اللي بعيده على السياسه دخلتوا ليها هذا المرض ديالكم وكتحاولوا ثاني تغطيوا على الفشل ديالكم بالحديث على المغرب. فهاد الفيديو غادي نسمعوا شنو قال الصحفي المغربي رضوان فروحي على هاد الخرجه ديال جمال بلماضي وشنو قال على المنتخب المغربي وعلى الاتهام ديالو للجامعه الملكيه المغربيه. وبدا كيتكلم على واحد الاشكال اللي هما براسهم كيطيحوا فيه، ديال ان بعض اللاعبين كتكون عندهم واحد الرؤيه اخرى واحد استراتيجيه اخرى وما كيبغيوش يجيو يمثلوا المنتخب الاصلي ديالهم، وهذا من حقهم، هنا خرج كيضرب في المغرب ونسى راسو. فنخليكم مع شنو قال الاعلامي الصحفي رضوان فروحي، نتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك، الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. السلام عليكم. المنتخب الوطني المغربي مأهل لكأس العالم قطر 2022، المنتخب ديال الجزائر لا. بزاف غاديين يتسائلوا على سبب هذا الفيديو هذا، السبب ديال هذا الفيديو هو اخر تصريح اللي يلاه دار جبان بالماضي المدرب ديال المنتخب ديال الجزائر اللي جبد المغرب وجبد المغاربه وجبد المدرب اللي كان ديال المغرب، علما بانه ما كانش لاش يتجبد المغرب ولا المدرب ولا اللعابه المغاربه. الوغ سيدي قلت المغرب مأهل غادي يلعب جوج لي ماتش اميكو استعدادا لكاس العالم. المنتخب ديال الجزائر تقصى من الجزائر مع الكاميرون وما غايلعبش كاس العالم، ولكن بغى يعمر دوك لي دات فيفا بواحد جوج ديال الماتشات حبيه غينيا ونيجيريا، حتى وحده منهم مأهلة لكأس العالم. دونك قلت ماتشات حبية استعدادا لشي حاجة اللي في المستقبل، المهم دابا ما كاين والو. ونتمنى السي بالماضي أنك تكونسونطرا على كأس العالم 2026 من هنا 4 سنين، 22 مشات. ألوغ أسيدي قلت هذا التصريح هذا اللي هضر فيه على المغرب، هضر على المغاربة اللاعبين المغاربة، وهضر على التدخل ديال قال لك الناس من الجامعة في المدرب ديال المنتخب. هاني لوزيتش اللي مشى. Quand on a fait le boulot, quand on a fait les choses, quand on a fait plus qu'il en faut, mais en silence, on ne dit pas, on ne fait pas du... Je lui tire mon chapeau.
à monsieur Vahid Ali Lodzic, qui malheureusement ne participera pas encore à cette Coupe du Monde alors qu'il le mérite. Lui, quand on lui dit, par exemple, Brahim Diaz, il est bon, il est marocain, mais il est aussi espagnol. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé? Ben, j'ai été le voir, je lui ai dit, il a dit non, je ne viens pas. Ça a duré 15 secondes à faire classer. Alors, ce matin, je gagne. خالي لوزيد يستاهل يمشي لكاس العالم مع المغرب، حنا سيدي ما بغيناش يمشي لكاس العالم. اكيد مدرب زوين، قال لك سيدي دار شي حاجه اللي ما عمرنا كنا نحلموا بها، لا سيدي، راه ماشي اول مره كندوزو لكاس العالم السي بالماضي. كنحترموك خلينا كنحترموك، المنتخب المغربي بعيد عليك وكبير عليك. قلت ماشي اول مره المدرب المغرب غادي يدوز لكاس العالم، داز قبل من خالي لوزيد بسنوات ضوئيه. دونك هادي باش تفهموا عليها، المغرب راه مأهل قبل ما تأهل الجزائر لكأس العالم، باش تفهموا عليها هادي، دونك ما كانش لاشي تجبد أصلا المغرب في ديك لا كونفيرونس دو بريس اللي هضر فيها على المنتخب ديال بلادك والماتشات الحبية ديال بلادك، دونك جبدتي علي لوزيتش قلتي بأنه دار للمغرب شي حاجة اللي ما كناش نحلموا بها، لا سيدي، حنا مأهلين قبل من بزاف ديال المنتخبات، قبل من الجزائر 1970 راه حنا لاعبين كأس العالم، هادي الأولى، قلتي حاجة أخرى هو انه المسؤولين كيتدخلوا المسؤولين المغاربه كيتدخلوا في الاختيارات ديال هالي لوزيتش شكون قالها لك واش عندك شي دليل علاش قلتي هذه الهضره قال لك خالي لوزيتش باش عرفتي المسؤولين المغاربه هضره اتهام خطير المسؤولين المغاربه كيتدخلوا في الاختيارات ديال كيفرضوا اللعابه على المدرب دونك ما خليك بعيد على الصداع يا بالماضي المغاربه كيبغيوك كنا كنحترموك خلينا تنحترموك بالمناسبة هاد لاكونفيرونس اللي بحال شي حمام بالماضي ولا كيتساب مع الصحفيين ها اللي كيقول له دور في عبارة حمام كونفيرونس فيها تقريبا ساعة و40 دقيقة بحال شي حمام جالسين حنا ما بغيناش نهضروا عليه وما كنتش باغي نهضر على هذا المؤتمر الصحفي هذا لأنه لا يهمنا ولكن بما أنك جبدتينا فاحنا بطبيعة الحال غادي نجاوبك باحترام وقلتي واحد الحاجة إبراهيم دياز رفض يجي للمنتخب هادشي لا يهمك إبراهيم دياز كيبقى مغربي وخا عنده الجنسيه الاسبانيه حنا ما عمرنا قلنا علاش ما علاش بنزيما ولا علاش هي كتقولوا جزائريين علاش ما لعبوش مع المنتخب ديال الجزائر ولا كتهضر على زين الدين زيدان اللي كتفتخروا به مالو ما لعبش مع الجزائر دونك حنا ما كنبغيوش ندخلوا شي حاجه اللي بعيده علينا احترام كنحترمكم بطبيعه الحال تكونسونطرا على هاد جوج الماتشات الحبيه اللي عندك دابا اللي ما صالحين لوالو ولكن باش تعمر لي دات فيفا مع غينيا ومع نيجيريا وتكونسونطرا على 2026 لانه المغرب يدخل في هاد لا كونفيرونس دو بريس سوا جات منك سوا جات من الصحفيين ما عندها حتى شي معنى ما عندها حتى شي معنى لان المنتخب المغربي بعيد عليكم بعيد عليكم تفرج في 22 شجع المنتخب اللي بغيتي شجعتي المغاربه مزيان طون ميو حنا خاوه ما بغيتيش تشجعنا حنا في اطار الروح الرياضيه يلاه نوض على سلامتك كان هذا هو الفيديو ديال اليوم خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا كيف العاده نشوفوا في فيديو جديد وديما المملكه المغربيه